بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. خريستوس انستي، اليسوس انستي. نفتتح بنعمه المسيح هذه الاحتفاليات بعيد ظهور امنا العذراء مريم، فخر جنسنا، دائمه البتوليه، ظهورها المميز في كنيسه الزيتون، الكنيسه التي على اسمها في ضاحيه الزيتون بالقاهرة. ظهرت العذراء يوم 2 إبريل عام 1968 منذ 50 عاما، وكانت ظهورات متميزة واستمرت شهورا وسنوات، شاهدها الملايين من المصريين ومن الأجانب ومن زوار الذين أتوا إلى مصر، وشاهدها عدد كبير من المسؤولين في قطاعات الدولة الكثيرة. هذه ظهورات بمثابة تضميد لجراح مصر عقب نكسة 1967. ظهور العذراء في الزيتون هو رسالة محبة ورسالة سلام ورسالة فرح، وأيضا رسالة مؤازرة لكل أحد. أمنا العذراء مريم القديسة، هذه التي نطوبها على الدوام، وهذه التي قالت في التسبحة الخالدة: تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي، لها مكانتها الكبيرة في قلوب كل المصريين مسيحيين ومسلمين. ونحن نحتفل بهذه الاحتفالات الكبيرة والتي نتذكر فيها عمل الله معنا، ونتذكر كيف افتقدنا الله بهذه القديسة على أرضنا في بلادنا مصر. نفرح بهذه الاحتفالات والذكريات، وكل الكلمات يشترك فيها عدد كبير من الآباء المطارنة والأساقفة والآباء الكهنة القمامسة والقصوص، ويشترك أيضا عدد كبير من الشمامسة والأراخنة والخدام والخادمات، وحتى الأطفال يشتركون في تذكار هذه المعجزة الكبيرة التي أعطتها القديسة مريم العذراء لنا في مصر. أود أن أقول أن مصر لها مكانة خاصة في قلب أمنا العذراء. في القرن الأول الميلادي كانت العائلة المقدسة في مصر، وأمنا العذراء مع الطفل يسوع المسيح. وفي القرن العاشر الميلادي ظهرت العذراء لكي ما تقوي البابا إبرام ابن زرعة في معجزة نقل جبل المقطم. وفي القرن العشرين ها هي تظهر في كنيستها في الزيتون وتبارك كل الشعب وتفرحنا بحضورها وبنورها وبشفاعتها وبصلواتها من أجلنا. أدعوكم للمشاركة في هذه الاحتفاليات الجميلة والمعزية، نشترك فيها جميعا ونتذكر عمل الرب معنا. ربنا معكم.